جمال عارف، غير مواجهة الاتحاد والاتفاق، ايش اكثر مواجهة شدتك؟ الفتح صراحة. الفتح مو الأبهى، الفتح اللي عجبني كفريق صراحة، فريق منظم، فريق تشعر انه هذا الفتح لو كان في بداية الموسم بالشكل هذا حقيقة ما كان يكون موجود في 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 هذه المرحلة وفي هذه في هذا المركز. حقيقة مستوى أداء ممتاز، روح عالية من اللاعبين، أداء منظم، تشعر أن الفريق كتلة واحدة يلعب مع بعض. حقيقة يعني أنا يعني لو أنا أعطي نجومية الأسبوع لفريق قبل ما أشوف طبعا مباريات بكرة، أعطي نجومية لفريق الفتح. الحقيقة قدم أداء، حتى مباراة الهلال قدم أداء ممتاز، لكن حقيقة يعني الأداء هذا تأكيد إنه هذا مدرب بصراحة بسوي شغل فني. لعيبة، اختيارات اللعيبة تحس إنه لعيبة جايين يلعبوا، جايين يبغوا يكدوا زي ما يقولوا، مو جايين يبغوا يأخذوا فلوس يمشوا. هذول اللعيبة يعني اختيارات موفقة. مبروك لنادي الفتح. أبها للأمانة هو بس يفوز على الاتحاد وبعد كده يتراجع، وهذا كم شفناه بعد مباراة الاتحاد في الدور الأول، تراجع مستواه بعد الاتحاد. لازم يلعب كل المباريات كأنه الاتحاد اللي لعبه معه.